هذه المناسبة مناسبة عودته من بعد أن عاد من بتكريمه كقائد للإنسانية للأعمال الخيرية. هذا التكريم ليس غريبا على سموه ولا على أسرة الصباح ولا على أهل الكويت، لأن أهل الكويت جبلوا على عمل الخير، ومنذ زمن قديم منذ أن أنشئت هذه الدولة الكريمة المباركة، وهي تمد الفقير وتمد المحتاج سواء من الأهالي والأشخاص أو الدول، تمدهم بالخير وتشاركهم فيما أنعم الله تعالى عليهم من الخير ومن البركة في هذه البلاد. فكانت فرصة سانحة وفرصة جيدة طيبة، قابلنا صاحب السمو حفظه الله تعالى وصاحب وسمو ولي العهد، وبهذه المناسبة ندعو الله سبحانه وتعالى أولا بأن يمد في عمره سموه، وأن يبارك له ويبارك فيه ويوفق جميع أهل الكويت في بقيادته المباركة الحكيمة، ويمدنا سبحانه وتعالى بالعون لنكون نافعين لإخواننا في الإنسانية. مناسبة عبر عنها الشعب لفخره واعتزازه بما حصل عليه سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله اليوم، وهذا الجمع الغفير اللي حضر اليوم الحقيقة عبر كما عبر الأمم المتحدة عن هذا الإنجاز الإنساني الذي حاز عليه سموه. وحقيقة الشعب الكويتي عندما يحصل أميره على هذا الوسام اللي هو وسام على صدر جميع المواطنين، وكذلك كل من يؤمن بأن اليوم دولة الكويت هي دولة خدمت الإنسانية عن طريق ليس عن طريق الهبات بل عن طريق المساعدات التي قامت بها سواء للدول الفقيرة أو حتى لبعض الدول المتوسطة الدخل. وطبعا هذا يدل على أن سموه يستحق هذا الوسام ويستحق هذا الشكر. هذه مناسبة طيبة، نشرفنا اليوم مقابلة صاحب السمو الأمير، وطبيعة بطبيعة الحال عادة الطيبة دائما أن يكون قريب لأهله ولجماعته وشعبه، ولا شك أن مقابلتنا اليوم بمناسبة حصوله هذا التكريم العظيم الدولي أن يكون أمير الإنسانية. وبطبيعة الحال أنا أعتقد هو لم يشرف، إنما هو شرف هذه الجائزة، لأن فعلا إحنا في حاجة إلى من يقف مع الإنسانية في هذا الزمن الذي أصبحت الإنسانية في عذاب، ونرى الكثير من معاناة الإنسانية. فإذا اختار رجل مثل هذا صاحب السمو الشيخ صباح، لا شك يدل على أن هذا الرجل له باع طويل على مدى أكثر من 70 سنة خدم الإنسانية. هذا التكريم هو تتويج لحضرة صاحب السمو وشرف لنا، حيث حصل على أكبر لقب في هذا كأمير الإنسانية، وهذا اللقب لم يحصل عليه من إنسان عادي أو من منظمة عادية، وإنما حصل من الأمم المتحدة، وهذا دليل على أن موقف صاحب السمو أنه موقف هذا موقف له وجوده، وهو موقف إنساني لم يحصل عليه أي قائد من الدول العربية إلا قليل أو عديم الجدوى، لم يحصل عليه أحد إلا صاحب السمو، وهذا من شرف لنا جميعا، ونحمد الله ونتمنى لصاحب السمو طولة العمر والصحة والعافية، ونهنينا الله بهذا القائد المظفر إن شاء الله دائما وأبدا، وأن يكون قدوة إن شاء الله، وأن يكون ما حصل عليه من لقب في الدنيا أن يكون في مواقفه إن شاء الله هذا في ميزان حسناته. ليس بغريب أن يكرر صاحب السمو، فهو المثل الأعلى للقيم، وهو المثل الأعلى للأخلاق، وهو المثل الأعلى الذي يعني تدرس مآثره في كافة أنحاء العالم. ولعل الكويت الآن أصبحت تمثل 3/4 الكرة الأرضية بفضل مساعي صاحب السمو الأمير المفدى. نسأل الله له التوفيق، ونسأل الله السداد، ونسأل الله أن يحفظ الكويت برعايته، وأن يعني يسر الأمور إلى ما فيها الخير. بالتأكيد التكريم
تكريم شخصي لصاحب السمو، لكن في نفس الوقت هو تكريم للأمة الإسلامية والعربية والشعب الكويتي بشكل خاص. بمناسبة حصول حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظ الله رعاه على لقب قائد للعمل الإنساني، وكذلك حصول دولة الكويت على لقب مركز للعمل الإنساني، يسعدنا تقدم بالتهنئة لصاحب السمو وللشعب الكويتي على هذا التكريم من الأمم المتحدة، وهذا يحملنا تبعات كثيرة بحيث أننا نكون قدوة للعالم في عملنا الإنساني، وكذلك الكويت حصلت على هذا اللقب بعد جهد وعمل دؤوب من حضرة صاحب السمو أكثر من 40 عام في العمل الدبلوماسي والإنساني، وكذلك دولة الكويت وما قدمته من خدمات إنسانية لكافة بقاع العالم. التكريم ما جاء عبث ولا جاء إلا من خلال دراسات طويلة واختيار دقيق وعميق أيضا. الاختيار هذا يحملنا مسؤولية كبرى كقيادة وكشعب، إن حنا نبذل الجهد ونواصل الجهد في العمل الإنساني، والعمل الإنساني ليس بغريب على قيادات الكويت السابقة والقيادة الحالية، وهذا فخر كبير للشعب الكويت كون صاحب السمو حفظه الله ورعاه نال هذه الجائزة الكبرى، وكون اختيار الكويت مركز لإنساني، فهذه مواقف متوقعة من الهيئات العليا وخصوصا هيئة الأمم المتحدة. نتمنى لصاحب السمو طولة العمر وللشعب الكويتي الرقي والأمن والاستقرار. لقد تشرفنا هذا اليوم بتهنية سمو الأمير على حصوله على قائد عربي خليجي كويتي من قواد الأمة العربية، وهذا مفخرة له لتاريخه الشخصي ولبلده ولأبناء الخليج كافة. وقال الله سبحانه وتعالى: قل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنين. وهذا التكريم ما جاء من فراغ، جاء من خلال عمل متواصل بدوا فيها أسلافه من عهد الاستقلال في صندوق التنمية، طال كافة القارات من أقصاها لأدناها في كل منكوب وكل محتاج، وكل بلد يحتاج لتنمية ثقافية أو تنمية خدمية. نهنئ سمو الأمير حفظه الله على هذا التكريم العالمي اللي فخر فيه أهل الكويت والعرب والمسلمون أن يكرم سمو الأمير من قبل العالم، ونحن مؤمنون بأن الله عز وجل خلق الخير وخلق له أهلا، وبحمد الله العالم كله شهد لأهل الكويت بأنهم من أهل الخير والإحسان، وشهد لأمير الكويت سمو الأمير حفظه الله بأنه قائد العمل الإنساني. هذه شهادة يعني نعتز فيها ووسام شرف وعز في نتوشح أهل الكويت أن يكرم سمو الأمير هذا التكريم من قبل العالم بأسره. ولفت نظري كلمة سمو الأمير حينما كرم في الأمم المتحدة، حينما ذكر قول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذه لفتة يعني عظيمة، أن هذا العمل يبتغى فيه وجه الله، والمقصد منه رفع المعاناة عن البائسين وتفريج كرب المكروبين والتنفيس عن المعسرين، وهذا يجده صاحبه في الدنيا والآخرة.